بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، القسم الأول دحر دا قهوة وقصيرة تعدوي سردقة بيمري صلى الله عليه وسلم خسر دول غلق شتون خسر دول كتش تنا تيبغ لاهتا تنا ديش حانخ حوالو ديوتش داق دهر وهو يوهون إذا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن عبد هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل عليه السلام. أما عدنان أنت حلقات شو سد عدو يشتو بيمري تيبا عدن أما عدنان وهنا إبراهيم بيمري أنت إسماعيل عليهما السلام تنت أحينا خا خل دوشتل تن إسماعيل تأحينا خل دوشتل ديزل تنا تارخ حوالون عدنان إشتا سيلاح تيبا دو بيمري إبراهيم أنا عليه السلام في مرت حلقة شلت وهو صلى الله عليه وسلم اشت وهون محمد خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق وغلاه بقتها وقر سيلة وقر غولة تيبنا تيب أدونتون. وفي الحديث أن هرقل ملك الروم اشت حديث عدي دون هرقل إيراكلي إذا ريم باتشاح ريمسكي إمبيري خلوشل باتشاح تو إيلر إلا أبو سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان ديني والي الشيم مخك عنيس بلچين أبو سفيان تنتاني تعتوب شنيس بلچين أحا أتريم بچاح خلوش ريم بچالقي بچاح سا إش حقيق رئالدو شاوووشيغا خاحتا بايمارخ لحتا إخزغ الله تانا بايمارا ويوش وي أنوي دونينشو والي تنا لحتما دعقيه چغلا تارغا حقير خاطة حقير هو أول حاجة حقيق نير بوغة أبو سفيان تنتخل بلناخ تولد عائلر توت إراك ليس سألتك عن نسبه خي خاطر شديرة هرقل سا أبو سفيان خاطر شديرة تو ألسما تنغلات أبو سفيان جواب نشأ دلار تنا بغدق أولش تولد عها إوال تولد عها هرقل وبوغ سألتك عن نسبه أبو سفيان بوغتوا شاخيه ترحيقات تنتيب غلات فذكرت أعيلر شيك أنه فيكم ذو نسب بقول سيلا دوشت تيب هو أعل فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها إشتا هرقلس بوغ بقول إلش نشا بوغكيش ما بوهونا في نسب قومها سيلا دوشت تيب نخ الله حق خواجي تخ سيلا تيب نرى خل شابون إلش نشا الله تو ستدري استفاؤه صلى الله عليه وسلم حخرجر الله هو مسج خلق قرا حواقر ثم خرجر الله هو قال صلى الله عليه وسلم إن الله استفى كنانة من ولد إسماعيل بقول بيمرس بوه صلى الله عليه وسلم إن الله بقول الله هو استفى كنانة إشت كنانة أولشتل تيبا حديه قرو من ولد إسماعيل إسماعيل تحينخ واستفى قريشا من كنانة اشت قريش طيب حداه قرونة ات كنانة طيب اخ واستفى من قريش بني هاشم اشت قريش طيب نخا حداه قرونة بنو هاشم اوشتل طيب واستفاني من بني هاشم اشت خرج خرجنو الله سبحانه وتعالى ات بنو هاشم طيب اخ شاح خرجن شاح وحقرون تاني قال صلى الله عليه وسلم.